فعلا سكريبت هو الافضل. عزيز يا عزيز، لو باليد قدره لرحت الى بيت تركي الدوسري وطلبناه، ولكن القوانين تظل القوانين. ولكن اللي اعرفه عن ابو سلطان انه رجل قلبه رحوم جدا، يعطي الفرص، لعلها تزين ومع الايام تزين ونسمع اخبار حلوه. انا ما حطلب جاهه ولا حطلب يعني انه عزيز يرجع، ولكن انا اعلم ان ابو سلطان دائما يقدم الخير للشباب في اي مكان. ورسالتي الى تركي الدوسري، اذا فيها مجال يا ابو سلطان عاد انت تخدم كل الناس، ومن ضمنهم وائل الخواج يشهد الله، مو بس في البرنامج، حتى برا البرنامج تركي الدوسري يقدم جميع التساهيل وذلل لنا الصعب بيض الله وجهه. انا من هالفقره اذا ما بقول اللي خاطر، عاد انتم اهلها وسموها وتكفون فرحونا برجعته باذن واحد احد ان شاء الله. وانا طلبتي ان نعيد سوا، ولا لا يا شباب؟ انت ما تبغى يرجع؟ شبت النار والغايب حضرها، شبت النار والغايب حضرها، نارنا نار حضرنا الجواب، شبت النار والغايب حضرها، شبت النار والغايب حضرها، نارنا نار حضرنا الجواب، شبت النار والغايب حضرها، شبت النار والغايب حضرها، نارنا نار شبت الدنيا يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. إن غاب عزيز فهنالك أكثر منه يمثل عزيز، وأبغى أسمع تحية.